تعليق غير مباشر على الأحداث الجارية في محافظة السويداء التي تشهد احتجاجات واسعة منذ أكثر من شهر، أوقع مذيعة سورية في ورطة كبرى بعد أن اتخذت السلطات السورية إجراء غير متوقع معها. فما القصة؟ المذيعة الدرزية سماهر دانون التي تعمل ضمن كادر قناة التربوية السورية أعلنت بشكل غير مباشر تضامنها مع مدينة السويداء التي تشهد احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة السورية ورحيل بشار الأسد، حيث كتبت منشوراً على صفحتها على فيسبوك قبل يومين جاء فيه: في كل صباح أعلق آفاق النظر في ذاك الأثير وأقول بصوت هادئ: أيها النيام المكبلون بالوهم والخوف والاعتياد، أفيقوا، تحرروا، تستحقون الاستيقاظ حقاً، وانطلقوا، فالقادم لكم، وأبقى على أملي بأن تلك اليقظة ستتحقق، أثر الفراشة لا يزول. ذلك المنشور أوقع المذيعة السورية في ورطة كبرى، حيث اتخذ النظام معها موقفاً غير متوقع، حيث أعفيت المذيعة سماهر دانون من منصبها، وبحسب ما صرحت به مصادر خاصة في السويداء لموقع أورينت نت، فإن قرار الحكومة السورية بإنهاء التكليف للمذيعة السورية لم يكن بسبب المنشور الأخير الذي نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، بل لأن الحكومة اتبعت أسلوباً طائفياً معهوداً عنها في التعامل مع أبناء المدن الثائرة. فالمصادر أكدت أن قرار الطرد المدرجة ضمن بند إعفاء جاء بعد سلسلة مضايقات تعرضت لها المذيعة تخللها استدعاؤها لأفرع أمنية، وتباينت ردود الأفعال حول ذلك القرار، حيث أشادت العديد من صفحات السويداء بدعمها وتضامنها مع مطالب الأهالي المنادين بإسقاط الحكومة ورحيل الأسد. لكن المذيعة السورية خرجت لتبرر قرار الحكومة السورية القاضي بإعفائها، حيث وصفته في منشور على صفحتها على فيسبوك بأنه مجرد انفكاك وظيفي روتيني وطبيعي. وختمت سماهر منشورها بالتعبير عن حزنها الشديد لترك عملها، حيث كتبت: أترك العمل وقلبي على العمل، لأنك عندما تضع مجهودا حقيقيا على أمر ما وتراه يكبر أمام عينيك ستشعر حقاً أنه جزء منك ومن روحك وقلبك. ويأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات السورية في السويداء ليومها 47، حيث شهدت ساحة الكرامة اليوم مظاهرات صباحية نادت بإسقاط النظام وعبرت عن التمسك بمطلب رحيل الأسد. كما شهدت مدينة صلخة جنوب السويداء وقفة احتجاجية جديدة تضمنت لافتات تطالب بالتغيير السياسي.